الفكرة من إن الناس قد ما هي كان فارق معاها جدا الشكل الملكي والمحافظة على التقاليد، وكان بيبقى فيه كده جزء إنساني إن قد إيه دايما هم متابعين إن القصر الملكي مفيش مظاهر بذخ شديدة، فكانوا بيبقوا حاسين دايما يا مصطفى إنهم قريبين، بيشوفوا الملابس إزاي بتتلبس من أكتر من مرة، مش بتتلبس وخلاص تمام، وكأنه يعني عرض أزياء، الأزياء مهما كانت متطورة أو كده، لكن كان دايما بيبقى فيه نوع من المحافظة على التقاليد، الحشمة، كان فيه تقاليد ملكية كده دايما الملكة بتوجه بيها، سواء بقى حتى بالنسبة للسيدات في طريقة اللبس، في طريقة المكياج، في طلاء الأظافر، يعني كان الجوارب اللي كانت بتلبس صيف وشتاء بالنسبة لهم، يعني التقاليد حاجات بسيطة كده احنا السيدات كنا بنتابعها وبناخد بالنا منها، ويمكن كان الشعب البريطاني حريص ان هو يشوفها ويستمد منهم الذوق. صحيح، ويعني انا برضو يمكن بقتبس كمان من الكلام اللي اتقال ان هي كانت زي الجدة بالنسبة للبريطانيين، وانها يعني قدرت ان هي تحتوي كثير من خلافات بصفتها، يعني زي ما بيقولوا كده حكم ما بين كل السلطات. لسه بنتابع مع حضراتكم تطورات الاوضاع في لندن بعد رحيل الملكه اليزابيث الثانيه. بتنضم لنا عن تطبيق زوم الاستاذه ميرفت خليل رئيس اتحاد الجاليات المصريه في لندن. صباح الخير يا فندم، مكلمين عن الاوضاع في لندن بعد رحيل الملكه اليزابيث، كيف استعد البريطانيون واستقبل الشارع البريطاني الخبر اهم المظاهر والاجواء اللي حصلت؟ صباح الخير أستاذ مصطفى، على مصر كلها وعلى حضرتك وعلى مشاهدينك الكرام. طبعا يعني أنا أحب أبدأ يعني إن أنا باسم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالمملكة المتحدة وبجميع فروعه، إن أنا أنعي وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ويعني اللي وفاتها المنية طبعا أمس، والعالم كله طبعا بينعي هذه الشخصية العظيمة. الوضع في بريطانيا يعني أو في المملكة المتحدة، وليس فقط في المملكة المتحدة ولكن في دول الكومنولث جميعا، وخاصة الدول الكبرى منها مثل كندا، نيوزيلاند، ساوث أفريقيا، أستراليا، كلهم يعني في حالة من الحداد على هذه الشخصية العظيمة التي استطاعت على مر 7 عقود إنها جعلت من المملكة المتحدة أسطورة في العالم كله. هنجد أنها حققت المعادلة الصعبة بين رغم طول مدة حكمها، في إن هي يعني تحافظ على شعبيتها الجارفة، وإن هي دائما يعني كانت تضع المملكة المتحدة في شكل عظيم جدا بين الدول، وتعتبر من يعني الملوك القلائل جدا أو أكثر ملكة زارت جميع الدول سواء أوروبية أو عربية، وفي الحقيقة كان لها قدر عظيم جدا في هذه الدول، وكان لها احترام شديد جدا في هذه الدول. الشعب في حالة طبعا حداد، لأن كما ذكرت هي لها يعني شعبية كبيرة جدا تصل إلى يعني تقريبا 80% من الشعب، لأن يعني في أي شخص في عمر 70 عاما فهو يعني كبرنا كلنا، لقينا إن الملكة إليزابيث هي اللي موجودة وهي اللي بتتصدر المشهد في المملكة المتحدة. فيعني عزاءنا الشديد للأسرة الملكية وللملك تشارلز الثالث، ويعني نتمنى إن هو يكون يعني على نفس خطى الراحلة. الملكة الراحلة كان ليها قصص كثيرة في تدعيم الناجحين وفي تدعيم يعني الأشخاص الملهمة بعيدا أو بغض النظر عن جنسيتهم الأساسية، ويمكن بنذكر مقابلة سير مجدي يعقوب أو الدكتور مجدي يعقوب للملكة إليزابيث وحصوله على وإنعامها عليه بلقب سير برغم من جنسيته يعني المصرية. فإحنا بنتكلم في إنها كان لها مواقف داعمة للمبدعين وللمختلفين وللمؤثرين في العالم.
أهلا بحضرتك أستاذة منى. أهلا بيك. طبعا يعني الملكة وخاصة في المرحلة الأخيرة عندما يعني مش هنقدر نقول إن هي تخلت عن وظائفها السياسية، ولكن أوكلت معظم الوظائف السياسية إلى رئيس مجلس الوزراء أو رئيسة مجلس الوزراء، فتفرغت نقدر نقول العمل الاجتماعي بشكل يعني كبير جدا. وكانت بالفعل زي ما حضرتك يعني ذكرتي ان هي كانت يعني بتحترم كل من يقدم شيء مفيد، زي مثلا سير الدكتور مجدي يعقوب، وده يمكن من اشهر الشخصيات عندنا وفي أشهر الشخصيات في مصر طبعا، وغيره كثيرين، وليس فقط من هم متخصصين سواء في الطب أو الهندسة أو السياسة، ولكن أيضا في العمل الاجتماعي. فهي كانت يعني من الشخصيات اللي يعني بتقدم كل الدعم للعمل الاجتماعي الذي يقوم به الجاليات نعم المختلفة في المملكة المتحدة، ومنها يعني الجالية المصرية، وفي عدد من المصريين يعني استطاعوا ان هم يحصلوا على الكوين اوورد او يعني جائزة الملكة في العمل صحيح، الاجتماعي، ودي طبعا يعني شيء جميل جدا إضافة لنا وبينفي. كلنا كمصريين. صحيح، بنشكرك أستاذة ميرفت طبعا خليل رئيس شكرا اتحاد الجاليات المصرية في لندن، عزائنا للشعب البريطاني.